هنا بمدينة الخروب أكثر من 100 دراج تنافس على القميص الأصفر، انطلاق المرحلة الأولى لسباق الدراجات الهوائية، كانت وسط حضور قوي للمتسابقين. الطبعة 17 لسباق السرعة عرفت مشاركة أبرز الدراجين، كما شارك فيها أيضا عناصر من المنتخب الوطني الذي يحضر لمنافسة دولية. عرفت هذه المنافسة مشاركة أكثر من 15 ولاية وأكثر من 100 رياضي بما فيهم الفريق الوطني اللي يشارك من أجل تحضير للمنافسات الوطنية وكذلك الفصلات الإقليمية وكذلك الدولية. وسوف تعرف هذه الدورة اليوم على مستوى بلدية الخروب، كذلك غدا الانطلاقة من على مستوى بلدية ديدوش مراد، وكذلك فيه دورة على مستوى ولاية الميلا وكذلك ولاية سكيكدا. أجواء مناخية مناسبة ميزت المرحلة الأولى، هذه الظروف مكنت الدراجين من اجتياز مسافة 8 كيلومترات في مضمار مغلق في أقل من ساعة، على أن تجرى المرحلة الثانية داخل مدينة قسنطينة. رانا متواجدين بمسلك المتواجد ببلدية الخروب، وهو عبارة عن مسلك ضد الساعة، وين الدراج راح يدير 4 كيلومتر مرتين، المجموع راح يكون 8 كيلومتر، حيث راح يجري ضد الساعة، وراح بعد الانتهاء من هذه المرحلة راح يكون تعيين الدراج الفائز وصاحب القميص الأصفر. المرحلة الأولى من سباق الدراجة الهوائية عرفت سيطرة فريق مجدي البليدة وظفره بالقميص الأصفر، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القادمة.